باشرنا بملف إعادة النازحين، وهناك مؤتمر موسع لكل الأجهزة الأمنية والأجهزة والعشائر والإدارة المحلية للبدء بحملة غلق المخيمات وعادة جميع النازحين. احنا باقين معكم إلى أن ترجعوا إلى بيوتكم معززين مكرمين. أهمية العمل الجادي والحثيث على إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم، حيث لم يبقى إلا القليل بعدما كان هنالك أعداد مليونية من النازحين. عودة النازحين إلى كل المدن والقرى بدون قيد أو شرط. سبع سنين وخلينا من الخيمة، قال يقولون نرجع لمنطقتنا ما يشدون علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. موضوعنا اليوم مشاهدينا الكرام واضح من بداية الحلقة ومن المقطع الذي شاهدتموه قبل قليل، الموضوع عن النازحين، عن معاناتهم، عن ما يواجهونه في هذه الظروف الصعبة، خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة. هذا الموضوع أدى إلى حدوث وفيات بين صفوف النازحين، أطفال وكبار في السن، نتيجة البرودة الشديدة. وهذا الموضوع يطرح كثير من التساؤلات عن دور هذه الحكومة في التعامل مع ملف النازحين، عن الإهمال المتعمد لهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها، رغم ارتفاع قيمة سعر برميل النفط، ورغم فائدة هذا الموضوع لخزينة الدولة العراقية وانتعاشها بشكل أو بآخر، لكن هذا لم يغير من حقيقة أن النازحين في المخيمات لا يزالون يعانون في الصيف وفي الشتاء من إهمال متعمد لهم ولظروفهم الصعبة ولمتطلباتهم الضرورية. هناك أيضا كما شاهدتم في المقطع المتاجرة التي يتبعها هؤلاء السياسيون ويستخدمونها ملفات لاستمالة عواطف الناس ولمحاولة تحشيدهم ولمحاولة دفعهم أو زجهم إلى المشاركة في انتخابات محسوم أمرها منذ سنوات. هذه المتاجرة وهؤلاء التجار هم الذين أوصلوا هذه الشريحة المهمة من المجتمع العراقي إلى هذا الوضع الصعب المأساوي. عندما نرى أمهات نساء وأطفال يتوسلون في محاولة للحصول على شيء بسيط من حق مشروع لهم في هذا البلد الغني. دعونا نستمع مشاهدينا الكرام إلى حديث مهاجرين أو مهجرين من ناحية جرف الصخر في مخيم بزيبز بمحافظة الأنبار عن استيائهم الشديد من جراء الإهمال الحكومي المتواصل لمعاناتهم المتفاقمة بسبب موجة البرد والصقيع. لنشاهد. حال الضيم حالهم، والله العظيم شو تراجفون تحت تحت، هذا وينهم؟ ليش؟ والله دشداشه ما اقدر اجيبها، مو عيب. ما لنا خلينا ونهج بيوتنا. والله احنا تعرفون يعني شفتوا الوضعيه بعيونكم. هالبرد هذا وهالثلج، اليوم ثلج جامده، الارض جامده. واحنا الخيام مالتنا هم جامده علينا. كهرباء ماكو. من كلنا نفط ماكو. غذائيه ماكو، كل شيء ماكو، يعني امورنا وقفت نهائيا. يعني ماكو ناشد رئيس الوزراء، الناشد، الجهات السياسيه كلها، اشو الناشد صار لنا تسع سنين وماكو شيء. هسه بكت الله يعني يستجيبوننا ويرجعونا لمنطقتنا الجرف الصخر. احنا تاذينا، الاذيه شفناها احنا ما حد شافها. نحن نازحين من جرف الصخر صار لنا 8 سنوات، ومعاناتنا
بالخيم، ونطالب الحكومة، نطالب الناس الشرفاء أن يدعمونا، لأن احنا أمورنا تعبانة، وهذا البريد العالم تدمرت، لا نفط ولا غذائية، وندعو من الجهات الحكومية أو الناس الخيرة أن تدعمنا، لأن أمورنا تعبانة وعندنا مرضى بالخيم وعندنا معاقين. احنا أهل جرف الصخر يعني ناس انظلمنا والله، والناس دي الناس الخيرة، يعني لا كهرباء لا نفط لا خدمات، وهاي أطفالنا بهالبرد هذا، والله قتلنا البرد. الله وكيلك خيمة صار لنا، الله وكيلك صار لنا 5 سنين ما حد جايب لنا خيمة، حتى الخيام مالتنا تشققت. واحنا أصل يعني جماعة الهجرة، شنو الهجرة اليوم؟ الهجرة صار 5 أشهر ما جايبين لنا أصلا غذائية، ولا جابوا لنا خيم، ولا حد يباوع علينا. احنا ناشد وزيرة الهجرة، ناشد الناس الخيرين، ناشد الحكومة العراقية تباوع علينا. احنا مو عراقيين، ليش هالظلم هذا؟ ليش؟ خلي يباعون علينا شوية، يلتفتون علينا. الله وكيلك هاي أطفالنا بالبرد، وكتلها البرد، وكليتها مرضى بالخيم. الخيم الله والله 5 بطانيات بالليل، والله 5 بطانيات وما ندفى. زين هاي جهاننا شنو ذنبها؟ مشاهدينا الكرام، نترك لكم التعليقات، نترك لكم المشاركة لإبداء الآراء وإعطائنا ما تريدون بشأن هذا الموضوع، من حديث، من تصريح، من تحليل، سموه ما شئتم، لكن في النهاية نريد منكم المشاركة لإيصال صوت هؤلاء المظلومين في المخيمات، لإيصال صوت أصحاب المعاناة. قد تكون من الصعب أو يكون من الصعب عليهم أن تصل أصواتهم بسبب انقطاع الإنترنت عنهم، غياب الكهرباء، عدم المقدرة المادية على المشاركة أو دفع ثمن الاتصال وغيره من هذه الأمور، لكن أنتم بإمكانكم أن تشاركوا على الأقل لإيصال صوت هؤلاء المظلومين. معنا أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي، حياك الله. يا الله، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقسم بالله العلي العظيم، منظر يقطع القلب، منظر يقطع القلب. يعني واحد بدولته ومتغرب ومتهجر، يعني ما صاير بكل العالم. أنا بس أناشد بهذا المنبركم الشريف، زين، أناشد العراقيين الأصالة، شرفاء العراق، ساعدوا أهلكم وأحباكم وناسكم في 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 المخيمات، هذه المخيمات ساعدوهم. طبعا شباب العراقيين الأبطال، شباب ورود، مسوين حملة تبرعات لمساعدة هؤلاء الناس الشرفاء في المخيمات، وأنا شخصيا دعمت هذه الحملة، وصرخت عراقيين للتغيير حتى دعمت هذه الحملة. يا عراقيين، يا أحرار، يا شرفاء، أقفوا معنا حتى نساعد هؤلاء الناس. اتبرعوا بكل شيء، لا تطون فلوس، لا، اتبرعوا ببطانيات، بملابس، بصوبات، بفراشات، بكل شيء تبرعوا لهؤلاء. وبكل محافظات عندنا ناس تستلم منكم هذه الأغراض، بكل المحافظات بالعراق. بعدين أنا أسأل سياسيين السنة، وينكم؟ طالع المطلق، انت قد اخذت ملايين الدولارات، اخذت ها؟ وينك محمود المشهداني؟ وينك حيدر الملا؟ 24 ساعه تطلع تصيح تحكي بهذا الشعب والله العظيم. طيب وينكم؟ سيد ابو علي، هذا الكلام كلام جميل، والعراقيين مواقفهم مشرفه ودائما معروفه، لكن السؤال اليوم لما نشوف انه مساعدة النازحين أو المحتاجين في العراق تكون عن طريق جهود ذاتية أو منظمات إغاثية محلية وهي ذات إمكانيات محدودة، وين إمكانيات الدولة؟ وين أموال العراق؟ وين نفط العراق اللي يتوسلون هؤلاء النازحين اليوم ومكانتهم أعلى وأجلهم من هذا الموضوع، لكن للأسف دار بهم الزمن خلاهم يتوسلون على نفط في بلد نفطي. يعني الحكومة لما نقول العراقيين يتعاونون بيناتهم هذا الموضوع طبيعي، لكن الحكومة وين؟ ماكو دولة أخي، ماكو حكومة أخي. عصابات تحكم العراق من 2003 لحد هذا اليوم، قلناها 1000 مرة. اعتمدوا على الله ثم على أنفسكم يا شعب العراقي. اتفضلوا، طبوا، طلعوا داعش من سجن الحسكة شمال سوريا، والآن راح يطببوهم للعراق.
5000 وشويه، ماكو دوله. هاي مسرحيه داعش راح تعاد سنه 2014 راح تعاد الان. ماكو دوله الان جاي تصارعون ببيناتهم عمي. هاي السياسيين هاي الاحزاب جاي تصارعون على الكراسي، يعني تاركين الشعب العراقي بالعراء، تاركين الشعب العراقي في المخيمات. دولة مجرمين قتلة عمي، دولة مجرمين قتلة، ما يطلعون إلا بالسحل في الشوارع. ما في دولة عمي، ما في دولة، عصابات جاي تحكم العراق. فأني أناشد كل عراقي شريف، أناشد العراقيين، أنتوا أهل الكرم، أهل الشيم، أهل الغيرة، ساعدوا هؤلاء الناس يا أخي. ساعدوا الناس، ساعدوا الأطفال، عوائل الأطفال. شكرا يا أبو علي، من لندن وصلت الرسالة، أشكر حضرتك. ويانا أبو عراق من الفلوجة، تفضل يا أبو عراق. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد على كيفكم وين الحكومة؟ أنطوها مجال شوي، أنطوها مجال. يعني شو تصير الحكومة؟ ما تقول لي وين الصد على اليمين أستاذ محمد. الله يخليك. يعني أنت تقولون حكومة حكومة هي اللي تهجر، والحكومة هي تقتل، وهي تسلم، وهي تهجر، وتدون تساعد العراقيين يا أستاذ محمد. يعني ما ترام، حتى ما ترام. طيب الحكومة شنو دورها إذا هي عندها الفلوس، عندها السلطة، عندها الإمكانيات، والناس تموت من البرد؟ لعد هي وين متوجهة هاي الإمكانيات والفلوس والسلطة؟ على شنو بالضبط؟ وين ده تستخدم يعني؟ أستاذ محمد، هذولا فلوسهم جاي يجمعوها، جاي يطلعوها برا، يعني يدرون يوم من الأيام راح ينسحلون بالشوارع. الله يخليك أستاذ محمد. هذولا ما يفكرون، أما أستاذ محمد هذولا ما يفكرون بالشعب. أني من خلال هذا المنبر وأكد على أخوي هسه اللي خابرك، إحنا نريد مكاتب يا أستاذ محمد بينات للشعب. جنسة أكو حكومة ماكو حكومة. إحنا تحت ميليشيات، تحت عصابات. إحنا أستاذ محمد إحنا لو ما دول العصابات إحنا بخير أستاذ محمد. الله يخليك. خلي يطلعون عنده، خلي يوخرون، خلونا شعب بيناتنا متوحد، إحنا متوحدين. فيا شعب العراقي، الهلا بعضنا البعض، الهلا الناس هاي اللي قاعدة بالخيم والثلج فوقها. يا شعب العراقي انسى الحكومة يا شعب، ترى إذا ضل على الحكومة الله وكيلكم، لا نقتل واحد ورا واحد. فخلونا يا شعب عراقي من خلال هذا المنبر نتوحد ونصير إيد واحدة، لأن كافي والله يا أستاذ محمد. الشعب العراقي تعب. تعب، بس ترى يا حكومة والله هذا التعب راح تشوفون شيء ما شايفينه بحياتكم. وأنا أشكرك أستاذ محمد. شكرا يا أبو عراق من الفلوجة، أشكر حضرتك. طبعا أطلق عراقيون في موقع تويتر مشاهدينا الكرام واسم أنقذوا النازحين من البرد. هناك حملات يقوم بها عراقيون في كل مكان في كافة المحافظات العراقية من أجل جمع ما يمكن أن يفيد هؤلاء النازحين بشكل أو بآخر، بطانيات، نفط، أجهزة كهربائية، تدفئة، غيرها من هذه الأمور، طبعا مواد غذائية وعلاج وغيرها، لعل وعسى أن تساهم في تخفيف معاناة هؤلاء النازحين. نتساءل لماذا لا يعود هؤلاء النازحون إلى مناطق معمرة؟ طبعا هناك حملات حكومية بإخلاء مخيمات من النازحين وإجبارهم كرها على العودة إلى مناطق لا تزال مدمرة، لكن نحن نتساءل عن المناطق التي من المفترض أنها معمرة بفضل هذه الحكومات، بفضل المؤتمرات الدولية التي عقدت لإعادة إعمار هذه المناطق والمحافظات المنكوبة. أين هذه الأموال المخصصة لإعادة الإعمار؟ لماذا الحكومة لم تقم على إعادة إعمار المناطق التي انتهى فيها القتال، وكما قالت الحكومة تحقق فيها النصر؟ طيب لماذا لا تقومون على إعادة هؤلاء النازحين؟ اليوم جرف الصخر المثال اللي الحي الذي لا يزال يؤكد أن موضوع عدم إعادة النازحين إلى مناطقهم موضوع به غاية. الموضوع ليس فقط أن الحكومة لا تستطيع الإعمار، الموضوع هناك أبعاد أكثر من ذلك بكثير. من ضمنها سيطرة ميليشيا حزب الله على جرف الصخر ومنعها
أهاليها أهالي جرف الصخر من العودة إلى مناطقهم التي يوجد كثير من البيوت لا تزال سليمة ولا يوجد فيها أي مشاكل، وتخلو جرف الصخر من داعش بحسب الحكومة. نتساءل عن هؤلاء السياسيين الذين قالوا قبل فترة من الانتخابات سنصلي في جرف الصخر. طيب، هو نفس الخطاب الذي تقوله إيران منذ سنوات، سنصلي في القدس، ولم يصلي أي أحد منكم في أي مكان من هذه المناطق. لماذا هذه المتاجرة بدماء هؤلاء وبمعاناتهم في سبيل الحصول على المكاسب؟ وكما قلنا مشاهدينا، أين الإعمار؟ أين ملف الإعمار؟ أين الأموال المخصصة لإعمار المحافظات المنكوبة؟ السيد أبو أحمد من أبو غريب، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية خاصة لك ولا منبر الرافدين. حياك الله. أما أنت تحكي عن النازحين، خطية النازحين، شو محصلي؟ مو نشوفهم بالتلفزيون ونشوفهم بالمكان مالهم اللي ساكنين به متأذين، هي وين الدولة؟ ما تقول وين الدولة يا أخي؟ نعم. لاكو دولة، لاكو والشرطة، إذا شرطة بأي مكان تحاكي ما يتكلم وياه. إي. ماكو دولة عمي، ماكو دولة. خلال النازحين خطية، الله يكون بعونهم. وجرف الصخر، إيه جرف الصخر مو بصفهم 3 كيلوات عند المخيم مالتهم. نعم. يعني معقول الدولة ما تقدر توجههم؟ وعندك بتكريت، وعندك بديالة، وعندك بسليمانية، يعني معقولة هاي الدولة ما تقدر توجع نازحين؟ بس نازحين توجههم من مكانهم، ما يريد يطولهم كل شيء. بس أبو أحمد، هناك مناطق كثيرة حقيقة مدمرة، ويعني إذا رجع النازح وما عنده أي شيء وين يعيش؟ صحيح. لا عمي، أحسن من المخيم. المخيم شبيل عاد، شبيل المخيم، على الأقل الجيران ينطونه، الشيوخ العشائر الأصليين ينطونه، يعني واحد يحسن عليه. بس إلى وجع. ليش إحنا دا نتكلم، ليش دا نتكلم بهذه الطريقة؟ ليش دا نتكلم بلغة العطف والإحسان على ناس لهم حق في هذا البلد؟ شو تسوي عندنا حكومة؟ ماكو حكومة، متقاسمينها الجماعة، متقاسمينها ومنتهي الأمر، فردنا وبارداتها. حتى لو الموظفين جايطون حصص للمسؤولين في سبيل ضرب مكانه. نعم نعم. سيد أبو أحمد، أشكر حضرتك من أبو غريب، ويانا رحيم من العمارة، تفضل يا رحيم. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. أنا أول شيء أشكر قناتكم، قناة الرافدين. الله يسلمك. وكادركم ومديركم إن شاء الله. الله يبارك بك، حياك الله يا رحيم. الدولة هي ما تقدر النازحين أستاذ محمد. ليه؟ يعني ما تقدر، نفط ماكو، بطاطين ماكو، قماص ماكو. نعم. هي أهل النفط، منفط، هي أم الخير، هي كرفانات تسوي بديل بكان قيم. أي. شنو ذنب هالأطفال هاي؟ نعم. يرحم أمك وأبوك، الأطفال هاي شنو ذنبها؟ هاي وحدة. نعم. ثاني شيء، حكومة قادرة على كل شيء، كل شيء قادر الحكومة، تقدر كل شيء تجيب لهم فطيات، حتى ما يقدر يرجعون. ليش ما تسوي هذا الشيء لعاد؟ كرفانات موجودة، أنا هلا أسأل نفسي وأسأل. لا، أنت برأيك مواطن عراقي، لما تشوف إنه هؤلاء النازحين صار لهم 9 سنوات في هذه المعاناة. نعم. ليش الحكومة ما تساعدهم؟ ها مثل اللي يقول لك هذا، مثل يقول لك مغلس عادي، مغلسين على يعني انتهوا وانتهوا بحصصهم. هاي إلك وهاي إلي بالليل بالتليفونات، هاي إلك وهاي إلي وهاي بالله فار. هسه أنا أناشدكم من منبر، من إلى منبر رافدين، البطل الرافدين، تسمعني أستاذ محمد؟ وياك الله يحفظك. أنا عائلتي هم نفس من هاي الشغلات، أنا من العمارة مظلومة، عائلتي عندي مرضى. نعم. وظال هنا وريد من صوتكم، صوت إذا أنا صوت عراقي أستاذ. نعم. محمد. نعم. تسمعني؟ وياك. إذا أنا صوت عراقي وحقيقة صوت عراقي وأنا عراقي. نعم. يعني توصلون صوتي للناس الطيبة، للناس الله. الخيرة، المدير قناة الرافدين وصل صوتي للناس الطيبين. إن شاء الله. يعني حكومة بعد ما لها دخل بينا، عندي مرضى. نعم. أنا ومظلومة عائلتي 9 نفرات، وأنا قاعد تجاوز أستاذ محمد، قاعد تجاوز. نعم. ومظلوم والتسع نفرات، وعندي 2 مرضى معوقين، والله شاهد بتريت بلوة، وعندي راتب 120,000 إلنا طيق اللي بروح أبوه. صحيح. وأريد من منبركم هذا الشريف، المنبر رافدين البطل. إن شاء الله يا رحيم. يوصل صوتي، إذا أنا صوتي عراقي أستاذ محمد. نعم. إذا هذا صوتي عراقي وهذا برنامجكم صوتكم، يوصل صوتي إذا أنا عراقي إن شاء الله. يوصل صوتي للخيرين، للناس الطيبين. يوصل إن شاء الله صوتك. أشكرك يا رحيم، شكرا جزيلا، وإن شاء الله بإذن الله يوصل صوتك وصوت جميع من يناشدون ومن يستغيثون ومن يطالبون بالحصول على شيء بسيط مما سرقته
هذه الأحزاب وهذه الحكومات. يعني لما يتكلم اليوم المواطن العراقي بهذه الحسرة وبهذا الألم وبهذه الطريقة، مثل أبو أحمد من أبو غريب يتحدث عن هؤلاء الذين يطالبون بلغة بالشفقة والإحسان، يعني لأي حال وصل إليه المواطن العراقي اليوم في بلد من أغنى بلدان الشرق الأوسط والعالم، عندما يتوسل للحصول على حق المشروع، عندما يعني والمذلة يعني لغير الله سبحانه وتعالى أمر، لكن للأسف تحصل في العراق أنه يذل الإنسان في سبيل الحصول على حق مشروع. لماذا؟ لماذا بهذه الطريقة؟ لماذا يتم التعامل مع الإنسان العراقي بهذه الطريقة؟ أين هؤلاء التجار كما قلنا في بداية الحلقة الذين تسلقوا على ظهور العراقيين ووصلوا بأصوات الفقراء والمحتاجين وبدماء هؤلاء وصلوا إلى مناصبهم وكراسيهم؟ لماذا لا تقدمون شيئا بسيطا لهذه المحافظات المنكوبة التي تستنجد منذ سنوات ولا تجد من يسمع؟ أبو محمد من السماوة تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. البطل حياك الله. الحقيقة هذا السيناريو أستاذ محمد، سيناريو النازحين هذا الملف، احنا نعرفه كل زين، هذا بيد الميليشيات وبيد الأحزاب ومو بيد الحكومة أصلا، بيد الميليشيات الولائية اللي هي مسيطرة على هذا الملف نتيجة لحقدهم الطائفي. هذا الموضوع يحمل أبعاد طائفية وكلنا احنا نعرف هذا الشيء. نعم. ما هو ذنب العوائل الناجحة إن كان هناك لها علاقة بالتنظيمات الإرهابية مثل ما يقولوا هم؟ شنو ذنبهم؟ ليش ما يصير حل لهذه العوائل الناجحة إذا كانت هناك اتهامات حول هذه العوائل أو حول مناطقهم اللي كانوا يسكنون فيها؟ لا بد أنه يكون حل لهذه المسألة تدخل الحكومة إذا كان فعلا هناك حكومة. أبو محمد، إلى متى يستمر معاقبة الناس من هذه المحافظات بالتحديد على ذنب لم يرتكبوه؟ يحاسبون على إخفاقات الحكومة، يحاسبون على إخفاقات الحكومة. الحكومة بفشلها وفسادها دخل داعش إلى العراق، بفشلها وفسادها ما قدرت تحمي العراقيين من خطر هذه التنظيمات الإرهابية ومن خطر الميليشيات اللي هجرت الناس مثل ما داعش هجرت الناس. ليش الناس دولة والأطفال والنساء عليهم أن يتحملوا ذنب واحد يعني رب العالمين غضب عليه وراح انضم لهؤلاء المتطرفين؟ ليش عائلة كاملة تتحمل ذنب هؤلاء في حين أن الميليشيات تقتل وتسرق وتهجر وما حد يتحرك ولا حد يتقرب لهم؟ نعم سيد محمد، هو أنا أقول هذا الشيء لأن هذا الشيء يحمل أبعاد طائفية وحقد طائفي، وهذا الملف مو بيد الحكومة محمد، بيد الميليشيات والأحزاب الطائفية. نعم. أكو حقد طائفي تابع أو نابع من إيران تجاه هذه المناطق. هذه المناطق اللي هي قارعة الاحتلال الأمريكي، وهذا هو السبب، وهذا هو سبب التآمر عليهم. العوائل ما لها كل جانب، إذا كان أكو فرد منتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يسمى بداعش يفترض أنه يحاسب هذا الشخص، مو يحاسب العائلة كلها أو حتى الأطفال أو حتى الناس العجزة اللي ينتمي إلى هذا الفرد. طبعاً طبعاً يا أبو محمد، إحنا من نتكلم عن هذا الموضوع نقول حالة حالتين عشرة، لكن ما نقول أنه هؤلاء النازحين اللي هسه في إقليم كردستان أو في المحافظات الشمالية أكو 700,000 نازح عراقي، يعني وهناك طبعا في مناطق خارج المحافظات الشمالية هناك أيضا أعداد كبيرة جدا. بحسب إحصائيات الأمم المتحدة وبعض التقارير الدولية أكثر من 1.5 مليون نازح عراقي لا يزالون خارج مناطقهم. طيب ذول معقولة أن كلهم دواعش؟ معقولة أن كلهم من داعش؟ والداعش له 1.5 مليون كان احتل العراق كله، يعني هل هذا الكلام منطقي أنه يحاسب هؤلاء ويعاقبون على هذا الموضوع؟ سيد محمد، هو مو بس هذا الكون، أنت يعني هذا المسلسل لازم يستمر إذا هم يقولون على هذه السياسة. يعني أمس صار هجوم على ديالة، ما معناته المنطقة اللي صار بها هجوم ديالة هم لازم نهجر المنطقة اللي صار بها هذا الهجوم اللي انكتلوا فيها
استشهدوا بها. نعم. 11 عنصر او 11 جندي عراقي. وايضا المناطق اللي صارت هسه بها هجوم، لا زال هجوم مستمر بمحافظه الحسكه في سوريا، ايضا انفجرت العوائل وبسبب انه اكو هاي اخفاقات، هاي اخفاقات نعم. اخفاقات حكومه وامن وميليشيات اللي تدعي انه هي حماة اعراض ووطن. ذولا هم فاشلين، هم فاسدين. لو ما فاسدين وفاشلين ما كان قدر كم واحد مخبطين يطبون للعراق، لكن هم ذولا متواطئين، والا شلون موصل تسقط على ايد 500 واحد؟ فاذا المواطن العراقي لا ذنب له ان يتحمل هذا الفشل وهذه الاخفاقات. ما له ذنب، الا حق يجب ان يحصل عليه في هذا البلد. أنا طبعا اشكرك يا ابو محمد من السماوة، تحدثنا بهذا الموضوع، لكن قضية داعش وداعش والمناطق هاي، حكومة بال 2016 على لسان حيدر العبادي والنصر والاستعراضات اللي صارت وهاي الاحتفاليات ومؤتمر إعادة إعمار العراق اللي عقد في الكويت، نتائج هذا المؤتمر وين على أرض الواقع؟ راح العبادي وإجا عادل عبد المهدي وما حد افتهم الأموال اللي إجت في زمن العبادي وينها؟ الاتفاقات ويا الدول على إعادة إعمار المحافظات المنكوبة أين هي؟ ليش بعدنا دا نسمع عن أرقام كبيرة جدا من النازحين خارج مناطقهم؟ شنو اللي يمنع عودتهم إلى مناطقهم؟ إذا كانت هناك مناطق مثل ما توصفها الحكومة محررة، طيب ليش ما ترجعوهم؟ ليش ما تنطوهم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم بسبب فشلكم وفسادكم؟ شنو ذنب المواطن العراقي أنه يتحمل حكومة فاشلة، حكومة ضعيفة وأجهزة أمنية مخترقة دمرت بيته وهجرته ودمرت أملاكه وقاعد في المخيم اليوم؟ ليش ما يحصل على تعويض نتيجة الضرر الذي لحق به بسبب هذه الحكومة؟ أبو عبد العزيز من جرف الصخر، تفضل. أبو عبد العزيز، نصي السلام. وعليكم السلام. نصي صوت التلفزيون لو سمحت واسمعني من الهاتف فقط. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا زحيد في الصخر السليمانية الاقليم، صار لنا 8 سنوات احنا من 2014 نعم. لحد الان ساكنين بالاقليم بالسليمانية. نعم. يعني هم ما الحكومة ما يقدر ترجع الدير في الصخر. ما يقدرون يوزعون نفط، يعني كل عائلة برميل نفط هسه. برميل نفط صار بالاقليم 180 170 النازح ما يقدر يشتريه. نعم. يعني ما اقدر اقول له كل عائله برميل نفط، هسه البرميل نفط صار 170 180 وبرد هسه تحت الصفر درجه الحراره بالسليمانيه مناطق الاقليم. ما هم رجوع ما يقدر يرجعون دير الصخر، لان الامر مو بدينهم الظاهر، مو بدين الدوله. ليش مو بدينهم؟ العاد بيدمن. مو بدينهم، لو بدينهم رجعوه. يعني واحد مواطن، يعني مواطن عراقي، اي مواطن عراقي ما يقدر يخلي الشعب ماله خارج المنطقه مالته؟ وين صارت دول العالم كلها؟ يعني اذا حكومه ما تقدر، اذا حكومه ما تقدر ترجع ناس مهجرين من 8 سنوات الى مناطقهم، شنو فائدتها انه هي باقيه بالمنصب؟ ماكو فائده، الحكي ما بي فائده. يعني داعين والسياسيين داعوا والعبادي والمال وحيدر العبادي وجورا الكاظمي وعادل عبد المهدي، هم جرف الصخر. طب ما يقدر يطبونها، يروحون وزير الداخليه المسبق راح اعتقلوه 4 ساعات 5 ساعات هذا الغفار. نعم. طيب اريد اسال حضرتك سؤال يا سيد ابو عبد العزيز. انت هسه نعم. الناس تسمعك وانت نازح من جرف الصخر. اكو سياسيين قبل الانتخابات ايش قالوا؟ قالوا راح نصلي ان شاء الله جماعه ويا اهالي جرف الصخر، حنصلي بجرف الصخر، حنصلي جماعه جمعه ان شاء الله. وطلعوا ذول الابواق مالتهم بالسوشيال ميديا وبالتلفزيون يقولون يابا ترى قربت الصلاه. صليتوا شيء جماعه بمناطقكم يا ابو عبد العزيز؟ ابو عبد العزيز بس لو تنص التلفزيون. والله يا سيدي لا صلينا
ولا يصلون وسووا مجرد استعراض المنطقه اللي راحوا بها نعرفها احنا من اجل الصخر افتروا شارع الناحيه اي شارع الناحيه افتروا اي نصي ابو عبد العزيز ارجوك ارجوك نص صوت التلفزيون لو سمحت. استعراض راحوا بناحيه جبهه الصخر يم جامع السلام اي ورجعوا على شارع الروعيه ورجعوا يعني هم هذا الشارع اللي ندله وشايفينه طبعا طبعا ذولا طبعا ذولا اللي بدي اقول لك عليهم ذولا محسوبين على المحافظات السنيه ذولا سياسيين اسمهم سياسيين سنه ابو عبد العزيز لا اسمعك استاذ اسمعك اي ذولا اللي اليوم اللي فازوا بالانتخابات ودي يتصارعون على المناصب وينهم عنكم اليوم مجرد عرضوا نفسهم الانتخابات الناس انتخبهم يخدعون النازحين اي ما يعني هم بالنسبه لهم الامر مو بدينهم اه مجرد يخدعون يخدعوا العالم وخدعوا هو محمد الحلبوسي والخنجر هو ذول اعرفهم انا مجرد اخذوا اصوات النازحين ما رجعوا جرف الصخر والله عائله واحده رجعت جرف الصخر عائله واحده مو بيقول رجعوا جرف الصخر اتحداهم يقولون عائله واحده من جرف الصخر راجعه اي ومو عائله يعني فرد واحد من جرف الصخر ما راجع بارك الله بك يا ابو عبد العزيز اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه نتمنى صوتك هذا يوصل ونتمنى هذه المعاناة تصل إلى من يسمع وهذا صوت مواطن عراقي من أهالي جرف الصخر المتاجر بقضيتهم هذا هو لسان حاله 8 سنوات وفرد ما رجع إلى هذه المنطقة اللي حكومة نفسها ما تقدر تدخلها عندنا أبو حسين من صلاح الدين فضل يا أبو حسين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ إحنا من محافظة صلاح الدين ناحية يثرب. نعم. إحنا نازحين بالسليمانية. نعم. محافظة صلاح الدين وناحية يثرب محررة وكاملة وأمين واستقرار بس اللي النزوح في المناطق اللي موجودة بيوت مهدمة. نعم. ما لها اي تعويضات ما لها اي شيء يقول لك ليش ما يرجع النازح للمناطق المحرره نعم. اللي هي موجوده نعم اكو منام امين استقرار موجود بس ماكو اللي بيوت مهدمه في العمليات وبعض التحرير نعم. وماكو المعين اللي يبنى بيت اللي يصلح بيته اللي وين التعويضات وين الحكومه وين يقعد يروح هم يرجع يقعد بخيمه بالبيت ماله نعم ابو حسين المحافظه لها ميزانيه من الدوله هاي فلوسها وينها نعم هو احنا كان في وقت العبادي وغير العبادي والمهدي قالوا اكو تعويضات واكو دول ومانحه واكو كل هذا ما احنا استفادنا منه وينه اي المحافظه صلاح الدين باداره المحافظه ومجلسها ما قدموا لكم مساعدات؟ ما قدموا شيء مساعدات للنازحين، ما قدموا اي تعويض، ما قدموا اي شيء لحد هاي اللحظه، احنا معاملات موجوده نايمه اريد تعويضات حتى لو مبلغ قليل لابنا نصرف بيه على مود يستقر بيته واين ماكو شيء ما بيه. نعم. سيد ابو حسين شنو وضعكم بالمخيمات بالسليمانيه؟ والله مخيمات يرثى لها يعني لا نفط لا شيء هسه هاي اليوم الثلج هذا الاطفال عندنا طفلين ماتوا من 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 شده البرد من يعني ودشوفون على شاشه التلفزيون الثلج نعم. شلون على الخيمه وعلى يفتح الباب مال الخيمه ما يقدر. نعم. سيد ابو حسين وصلتكم مساعدات من منظمات اغاثيه من افراد شيء؟ لحد هاي اللحظه هسه بهذا الثلج وهذه لحد هاي اللحظه كل شيء ما بين لحد الان. ان شاء الله توصلكم، انت بيا مخيم يا ابو حسين؟ آشتي ان شاء الله باذن الله احنا عرضنا كذا مقطع لآشتي وناس ناس تحدثت بهذا الموضوع عن المعاناة هناك في هذا المخيم باذن الله قد تكون هناك في القريب العاجل حملات تصل الى مخيم آشتي في السليمانية اشكر حضرتك يا ابو حسين
من صلاح الدين، وإن شاء الله بإذن الله صوتك يصل ورسالتك تصل إلى من يهمه الأمر بهذا الموضوع. ويانا صباح من بغداد، تفضل يا صباح. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للملف النازحين بكل أرجاء العراق اللي موجودين بربيل وسليمانية ودهوك وبصلاح الدين وحتى بالأنبار وبعملية الفلوجة، طبعا هذول استغلوا السياسيين كل بدون استثناء محمد الحلبوسي وخميس الخنجر قبل قبل الانتخابات المزورة، كانوا يدعون إلى عودة الناس المهجرة من جرف الصخر والمقدادية بديالة ومن حزام بغداد ويثرب ومناطق بيجي، واللي المخيمات اللي هي هاي وصمة عار في جبينهم. يعني احنا بأي وقت احنا بلد نفطي، هاي الأموال اللي عندنا اللي جاي تجي 110 مليار دولار وين تروح؟ والناس قاعدة نساء وأطفال بالخيم بهالبرد، من يقبلها؟ شلون يقبلوها شيوخ الجوامع؟ شلون يقبلوها شيوخ الحسينيات العمائم السود المعمم بالنجف المقتدى الصدر ذولي؟ شلون تقبلون على نفسكم أطفال موجودة مخيمات ما ترجعوهم لبيوتهم؟ وأنتوا استلمتوا قبل فترة مال الدول المانحة اللي صار بالكويت استلمتوا يعني ما يقارب مليار دولار، وين راحت؟ لإعمار المناطق المنكوبة الست محافظات استويتوا؟ أكو عائلة مثل خلينا نقول ابنها في مجاميع إرهاب داعش، هذا خلي لو هو بالسجن لو منهزم، بس أطفاله أخوته أمه أبوه شيلهم ذنب، رجعوهم لبيتهم وخلوا مراقبة عليهم وتابعوهم، لأن أنتم هم عندكم استخبارات وغيره في سبيل تخلصون من هذا الملف المخزي. وين شيوخ العشائر بالأنبار؟ وين رجال الدين؟ يعني موقفهم مع الأسف مخزي. عندي بس سؤال أحمد أبو ريشة خلص تقريبا شاجورين، واحد مال بيكيسي واحد مال برناو، على احتفالا بتنصيب محمد الحلبوسي، فلوس ذني لو انصرفت على فقراء مو كان جابت لهم أكل وشرب؟ ذولي كلهم خونة وعملاء، وحتى هسه محمد الحلبوسي من كان يحكي بالمغيبين والنازحين والمخيمات هاي قبل الانتخابات، الآن شفناه من فازهم وصعدهم بانتخابات مزورة سكتم. أحمد أبو ريشة أنت مو أهلك ذولي، أهلك النازحين سواء بصلاح الدين سواء بالأنبار بديالة، أنت كواجهة تسوي نفسك واجهة سياسية وشيخ عشيرة، ما تداعي بيهم الرئيس الوزراء تقول خلنا نغلق هذا الملف اللي هو ما بي بس عار للسياسيين. ليش ما غلقته؟ ليش ترمي إطلاقات نارية وفي سبيل على مود تأخذ لك شكم مقاولة من محمد الحلبوسي؟ على هاي هم على هاي ما تهمهم الناس الأطفال بالبرد هسه جاي يموتون من البرد. سيد صباح أشكر حضرتك، نأخذ حسين من السعودية، تفضل يا حسين. السيد حسين من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للوضع في العراق، طالما الأحزاب هؤلاء ولاهم لإيران والبلد وضعوها تحت سيطرة إيران، نعم، فما في نتيجة إلا للأسف يعني الحين ما يسمى بحقوق الإنسان ومجلس الأمن ومجلس الأمن وإخواننا في العراق والمأساة يعني اللي مر عليهم كذا. نعم. يعني وبعدين أحزاب الحزاب مقتدى وما أدراك ما مقتدى، ومدام هذه العامري ولاء لإيران والمالي وكلهم، يعني إيران ما تسمح لشيء هذا في بلدها، فكيف هم يسمحون للأحزاب هذه أنها تعصوا في الأرض وفي العراق فساد؟ يعني مش حرام على الأحزاب هذه المالكي مدام حيدر العبادي يقول الحشد الشعبي جزء من الجيش، والحشد الشعبي هو الذي قتل العراقيين، نعم، هو الذي قتل العراقيين، ومقتدى ما دفع بالقبعات الزرق وقتل الإخوان في تشرين ثورة تشرين، نعم. فأنا أناشد ما يسمى بحقوق الإنسان ومجلس الأمن أن يرى حل. وبعدين بوش اللي قال نريد الديمقراطية لإخواننا في العراق، أين تديرهم الديمقراطية؟ هاي الديمقراطية، إنهم دمروا العراق وأبادوا العراق وأذلوا العراق، والعراق أفضل وأسمى وأشرب من كل هؤلاء. شكرا يا حسين، شكرا جزيلا حسين من السعودية. هذه هي الديمقراطية التي جاء بها المحتل الأمريكي مع أدواته التي تنفذ المشروع الإيراني في العراق اليوم. أبو عماد من بغداد، تفضل يا أبو عماد. السيد أبو عماد من بغداد. أبو عماد ما موجود. مشاهدينا الكرام، عندنا رسالة من أحد المشاركين.
السلام عليكم. كل ما يحصل في العراق تقف خلفه إسرائيل بغطاء إيران، لأن من يحكم بين معممي إيران حاخامات من إسرائيل لبسوا العمامة وتولوا حكم إيران، لكن ولاءهم لإسرائيل لتدمير الدول العربية وسرقتها عن طريق إيران بالتخادم والتقاسم بينهما. وأطلب من قناة الرافدين عنوان مركز التبرعات في محافظة بغداد أو رقم الهاتف إن وجد. شكرا جزيلا لك أخي أو أختي، إن شاء الله بإذن الله سيتواصل معكم الإخوة في الكنترول لإعطائكم أرقام إن وجدت إن شاء الله. معنا اتصال. السيد أبو مصطفى من إسطنبول، تفضل. حياك الله أستاذ محمد. الله يحفظك يسلمك. شلونكم؟ شلون صحة؟ الله يبارك. أستاذ محمد، الكل يشاركوا معك بالصوت، نشكرهم على آرائهم. نعم. بس أكو شرطة أستاذ العزيز، أنا زرت الأنبار وفلوجة وسليمانية وغيره وغيره أستاذ العزيز. نعم. ترى هذا المخيمات كلهم حاليا صار 9 سنوات هو سبب القاعدين بالخيم. شنو شلون؟ من يروح عليهم، اسمح لي أستاذ العزيز، صار في الصخر آني بالجوجل أشوفه بعيد على الأنبار كم كيلومتر، صح ولا؟ تمام. زين، ليش ما يرجع بيته حتى انهدم؟ هذا خلي أقول لك. أوكي. ناس يساعدوه، ترى إحنا شعب العراقي تعرف. أي. أكو هسا والله والله أنا في تركيا ماكو عراقي يفتح إيده يقدي، بس أي. ناس يساعدوه من جوا جوا، نعم. من معارفها. هذا باقي بالمخيم. هذا مستفاد من المخيم صار عزي من البداية. شلون؟ متعود على المخيم. بس ما. لا يا ماشي ماشي، أنا أسمح لك، بس أريد أسألك، أنت حضرتك ده تحكي كلام يحتاج طرح أسئلة. أولاً. تفضل. ذول أهل جرف الصخر ليش ما يرجعون المناطقهم؟ هم ما يرجعون أخي العزيز. هم شلون؟ ما ليش ما يرجعون؟ بيته مهجوم. بيت اسمح لي. بيته مهجوم. تمام. بيته مهجوم. تمام. صح ولا لا؟ أي. دولة ماكو دولة. أستاذ طيب. أنت قاعد من بابر تحكي دولة ماكو. ترى انت هم من برا تحكي، لا تنظر علينا، انت هم من برا تحكي. انا بدي اسالك، الناس اللي بيوتها مهدمه ليش ما ترجع؟ استاذي دوله ماكو، فالشعب اكو، شعب اكو، من يروح للجاره، من يروح لاقاربه، من يروح يمطوله غرفه غرفتين يقعد. اي استاذ العزيز، خيمه ماكو دوله. هسه تجيب لي دوله، انت حضرتك تجيب لي دوله بمخيمات، اكو دوله؟ طيب يعني سالم، ما افتهمك، انت منا لدى تمدح ومنا لدى تذم. استاذي الحكومه الحكومه اللي تركت، اسمح لي، اللي تركت بيوت الناس مهدمه. نعم. ليش ما تبني لهم اياها؟ ما يبني استاذي، ماكو حكومه يبني استاذي، عوف الحكومه. اذا الحكومه فاشله، ما عندها القدره، فاشله ماكو. طيب لما الناس تطلع من مخيم ترجع الى بيت مهدم، وين يعيش؟ نعم. وين يعيش؟ من يجي اني جاري مهدم بيته، أنا أساعده غصبا على أبويا. أبو مصطفى اليوم ساعدته، باكر ساعدته، قرايبك أخوك إذا قاعد ببيتك فترة هم راح تقدر تتحمله بعد فترة. شلون الناس اللي أصحاب عوائل وأصحاب أطفال؟ أنت كلامك منطقي، لو شلون ده تحكي؟ أستاذي العزيز أبو سيد محمد حبيبي، تفضل. ماكو دولة بمخيمات، قربانك، هذا خزي. طيب. هذا خزي لشعبنا أيضا، مو للحكومة. حكومة عوف الحكومة. طيب. خلي واحد قاعد بالعراق ما يعتبر أكو حكومة. أستاذ العزيز، هسه أنت حضرتك الله عليك تأمن تروح بيتك؟ وين بيتي؟ وين؟ نعم. وبيتي أخذوا نعم. الميليشيات، وين بيتي؟ ميليشيات، صح ولا؟ صح ولا؟ موجودة، فأنت مو دولة. طيب. بس شعب ويا شعب ترى يتفاعل. طيب. إذا جرف الصخر. نعم. صار لهم أهاليها، صار لهم 8 سنوات ديريد. نعم. يرجع. ديريد يرجع. يعني مو ما يريد، لا، يقول لك أنا بس أتمنى أرجع إلى بيتي. لكن ممنوع انه ادخل الى جرف الصخر، هذا شو تقول له؟ استاذ العزيز ماكو ممنوع قسما بالله، ماكو، بس مهدم ما يقدر يقعد. طيب. صح، انا وياك ماكو شيء ممنوع. ماشي. انت تقدر ابو مصطفى ترجع للعراق؟ نعم. ارجوك، رجاء اخوي، رجاء شخصي. نعم. اتمنى من حضرتك ترجع. نعم. الى جرف الصخر وترجع وياك عائله عراقيه واحده. إذا والله قدرت. أنا أرجع. أتمنى. وتصورنا إياها وتدزلنا إياها. مو بس إحنا. وتصورنا إياها وتدزلنا إياها. أكو ناس. وخلي بالك فتشي. الكل عراقيين خلي يسمعون. منا شهر 1/4 ينهي كل شيء. أنت ليش طالع برا العراق يا أبو مصطفى؟ أستاذي أنا طالع برا في سبيل شنو؟ أي. في سبيل شنو؟ أي. ما أعيش ويا هذا الحكومة الفاشلة. شكراً صراحة. جزيلاً. شكراً، أشكرك يا أبو مصطفى. شكراً جزيلاً أبو مصطفى من تركيا.
كلامك يردون عليه الناس، وإن شاء الله بالحلقة القادمة قد يكون هناك بعض الاتصالات. أتمنى من هذا من الأخوة اللي سمعوا هذا الكلام من النازحين أنه يتصلون بالحلقة القادمة إن شاء الله، يقولون هذا الكلام صحيح، هل فعلا أنتم ما تريدون ترجعون إلى مناطقكم، هل فعلا أنتم مكيفين ومرتاحين ومستفادين من هذه المخيمات، هل فعلا أن أنتم عندكم الفرصة والحرية ترجعون إلى مناطقكم وانتو دا تتكبرون، او يعني الموضوع بالنسبة لكم ما يفيد؟ اهالي جرف الصخر اللي صار لكم 8 سنوات في المخيمات، معقولة انتو ماذا تقدرون او ما تريدون ترجعون الى مناطقكم؟ معقولة مناطقكم اليوم مفتوحة وانتو ما تريدون ترجعوا لها؟ اجوبة لعل وعسى ترد على الاخ ابو مصطفى من اسطنبول، وإن شاء الله بإذن الله يعني قد يكون في الحلقة القادمة هناك أجوبة لهذه التساؤلات. أشكر حضراتكم، شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.